فعلا متفجرات من على جسر المدينة؟ وهل يعقل وجود ركوب أمواج بفعل الديناميت؟ الجواب هو مستحيل. هذا الشريط مركب بنسبة 100%. إنه إعلان جرثومي لشركة ملبوسات. إن الانفجار حقيقي، وقد تم تصويره بمؤثرات خاصة على يد شركة للألعاب النارية وعلى مسطح مائي مختلف تماما. أما بالنسبة إلى الموجة المتفجرة فقد تم تصويرها في المحيط على حدا، ثم تم نقلها إلى النهر بواسطة المونتاج، وبعدها أحدثت التعديلات على الشريط بأكمله ليبدو وكأنه صور من خلال هاتف خلوي قبل تحميله على شبكة الإنترنت. إنه إعلان تفجيري جيد.